ولا تنسوا أحبتي إنكم تكونوا أصدقاء معنا على صفحة الـ APL Technology على اليوتيوب، تعملوا لنا سبسكرايب عشان تصلكم آخر الفيديوهات، وبرضو على صفحتنا على الفيسبوك الـ APL Technologies وتعملوا لايك وفولوينج، وبرضو لا تنسوا تدعوا أصدقائكم يكونوا جزء من هاي الصفحة. شكرا لكم. اوكي بنكمل الان السيشن اللي هي عباره عن انه انتدكشن للسوليد ووركس. فلما تفتحوا السوليد ووركس راح يعطيكم البارت او الصيغه هاي السكرين هاي. فالسكرين هاي فيها بارت واسمبلي دروينج. دروينج اللي هي بتهتم بالدوكيومنتيشن اللي حكيت لكم عنها باول الانتدكشن. البارت اللي هي كيف بدنا نعمل كومبوننت 3D موديلنج لكل كومبوننت. الاسمبلي اللي هي كيف بدنا نجيب الكومبوننتس ونعمل منها الاسمبلي. ف نيجي على البارت. هلا بالنسبه للبارت هو اهم شيء انكم تدروا عنها اللي هي كيف تعمل فيجواليزيشن للبارت. بمعنى هلا الفيجواليزيشن اللي احنا بنحكي 3D معناته انا في عندي اكس واي زي. اذا انتبهتوا هون انا في عندي محور اكس ومحور واي ومحور زي وكلهم متعامدات على بعضهم البعض. فالان هاي المحاور تعطيني planes، يعني المحور اكس واي بيعطيني اللي هو front plane، محور Y و Z بيعطيني اللي هو Right Plane اللي هو عمودي على X، ومحور X ومع Z بده يعطيني Top Plane. أوكي Again X و Y بده يعطيني Front Plane اللي هي عمودي على Z، Top Plane اللي هو X و Z عمودي على Y، و Right Plane اللي هو Y و Z عمودي على X. أوكي فالآن المحاور هاي أو البلينز هاي بدي أظهرها أمامكم بالطريقة هاي. كنترول بروح على الرايت بلين بختاره ليفت كليك، وهيك أنا أظهرت الفرونت مع الرايت مع التوب بلينز. أوكي الآن شو اللي شايفينه أمامنا بالسوليد ووركس. هاي السكرين عبارة عن انه في عندي انا عندي شريط او ريبون. هذا الريبون في عندي انا تابس هون، في عندي ريبون علوي وريبون افقي بالطريقة هاي. هذا بنسميه الفيتشرز هون او الاشياء التول بوكسز او التول بارز. اوكي وهون انا في عندي الفيتشرز اللي هي بتساوي تري، فهاي عندي تري بار وهون عندي التول بار. اوكي هلا من اهم التول بارز اللي احنا بدنا اياهم حقيقه اللي هي فيتشرز اللي هي 3D موديل فيتشرز زي اكسترود ريفولف اكسترود كات هول ويزردز ريفولف كات. فالاشياء اللي احنا بدنا نعمل منها كات والاشياء اللي احنا بدنا نعمل منها 3D. وفي عندنا هنا ريفرنسز او ريفرنس جيومتري، عندي بلين ممكن اضيف بلين ممكن اضيف اكسس ممكن اضيف كوردينيت سيستم ممكن اضيف بوينتس الكيرفز ممكن اضيف بزير كيرف سبلاين كيرف 3D كيرف هيليكس اند سبايرال كيرف لما انشئ الزنبركات. ففي عندي اشياء كثير هون بالفيتشرز. انا ممكن اضيف كمان فيتشرز زياده باني اروح على الرايت كليك هون وهاي الفيتشرز الموجوده ممكن اضيفوها كامله، وممكن اضيف كمان كاستمايز اللي ممكن اضيف مور فيتشرز. الآن في عندي تول بارز هاي هم موجودين. أوكي وفي عندي شورت كتس بارز وفي عندي كوماند. طب هاي الكوماند بالنسبة للفلاي اوت أنا عندي مثلا على سبيل المثال بعمل سكتشينج، بروح على سكتش فهاي كل التولز اللي بستخدمها بالسكتش أو ممكن استخدمها بالسكتش. أوكي في أشياء منها عندي هون وفي أشياء ممكن أحطها زيادة. طيب كمان بستخدم الفيتشر، هاي الفيتشر تاب شايفين الفيتشر تاب هاي كلها بفيتشر تاب. الفيتشر تاب ولو بروح على سكتش تاب هاي السكتش تاب. اوكي هاي الفيتشر تاب فبدي اروح هون على الفيتشر. اوكي هلا هون في اشياء بس في اشياء كثيرة هون ممكن اضيفها. يعني كيف ممكن اضيفها؟ ممكن اجي اضيف أشياء الأشياء بيحتاجها. بدي أضيف split line بدي أحطها هون ولا إشي، بمسكها بالright بالleft click وبظني ماسكها drag and drop. أوكي وبدي أضيف كمان combine أو join، بدي left click
وبعدين drag بظني ماسكها left click ودروب هون. اوكي شو ممكن انا احتاج؟ ممكن احتاج الباوندري سيرفيس بحتاجها، وشو كمان ممكن احتاج؟ ثريد ممكن احتاج ثريد، ادفانسد هول ممكن احتاج الهول ويزرد. اكيد بس هي موجوده عندي الهول ويزرد هيها هون، فممكن احتاج الادفانسد اخليها بجنب الهول ويزرد، وكمان اللي هي الهول سيريز اخليها بحد الثريد. اوكي فهي عندي الايكونز اللي انا ممكن احتاجهم فوق هم وحطيتهم هون. فهي الفيتشرز بالنسبه ل 3 دي، اي شيء من 3 دي انت بتنشئه ممكن تختار هاي الفيتشرز عليهم. طيب في اشياء ثانيه ممكن نحتاجها نشوفهم هون، هاي الاري والميرور كله موجود عندي. سو فار هاي الاشياء الضروريه. بدي كمان هاي اخليها هون اللي هي الانترسكت مع اي بلين، انا ممكن اعمل كات له. الفليكس مش موجود عندي، بدي احط كمان فليكس هون. اوكي الباوندري، هاي الباوندري موجوده فانا بديش اياها، برجعها مره ثانيه هون. اوكي اي شيء بديش اياه برجعه هون، بمسكه بعمل ليفت كليك دراج اند دروب. اوكي فخليني بس ارجع الباوندري هاي بدنا اياها كمان. فهيك احنا انشأنا الفيتشرز تاعت 3D model. نروح على السكتش، بروح على السكتش تول هون، التاب هاي بكبس عليها ليفت كليك، وبعدين بضيف عليها الاشياء اللي انا بدي اياها. الترم عندي، الكونفرت انتيتيز عندي، حلوة جدا الكونفرت انتيتيز باي ذا واي، كثير كثير حلوة راح استخدموها. طيب شو في عندي انا ممكن اضيفها هون؟ سكتش الميرور انتيتيز عندي ميرور. اوكي في عندي كمان انترسكت كيرف موجودة، لا مش موجودة، بدي احطها هون. اوكي شو كمان موجود هون بدي احطه؟ I think انه هاي الاشياء الضرورية الان. الكيرف محطوط موجود الكيرف، هسه بحكي لكم وين هي. لو انا روحت على الكيرف سكتش انتيتيز هون الكيرف، فيش عندي غير سبلاين. اوكي فممكن انا اضيفها هون ما بعدها. ف وسكتش لينك ما في شيء، بلوكس بدي البلوكس. التول تاعت البلوكس او التول بار، بروح على التول بار بشوف البلوكس وين هي، وبحكي له انا بدي التول بار تاع البلوك، فبضيف لي اياه هون. اوكي هلا كمان بدي تول بار للسيرفيس، فخلينا نضيف كمان السيرفيس. نشوف الكيرف اللي هون، الكيرف بدي اياهم هذول كلهم، بس خليهم لانه اوريدي موجوده عندي هون بالكيرف اللي هناك. طيب الفيتشرز كلها موجودات، اللايرز المايكرو، بنيجي على حرف الاس اللي هي سيرفيس. الشيت فورمات بدنا اياها كمان، سكتش. الاشياء هاي كمان برضو كويسه بس بدنا نوفر شوي بالوقت، نوفر شوي بالمساحه كمان مش بالوقت اسف. لغايه هون هاي الاشياء الضروريه اللي احنا بدنا اياهم. اوكي ف راح تشوفوا الاشياء اللي بدنا اياها بالسيرفيس، الاشياء اللي بدنا اياها بالبلوكس، الاشياء اللي بدنا اياها بالفيتشرز، هاي الفيتشر ريبون سكتشز سيرفيس. انا عندي هون كمان سيرفيس، ممكن اشيل السيرفيس هذا بديش اياه لانه انا اوريدي عندي في سيرفيس تاب هون، فممكن اشيل السيرفيس من هون حرف الاس، بديش اياه. فالموشن تولز عندي اياها، بدي اياها هاي الموشن تولز. بعدين لما نعمل احنا انيميشن بدنا الموشن تولز. اوكي
ف نعمل اوكي لهلا، وبعدين بنشوف كيف ممكن نستخدمها. الان حطينا الفيتشرز، حطينا سكتشز او ايفالويت. من الايفالويت هاي ضروري ناخذ، احنا نعرف كيف نعمل ميجر وسكشن بروبرتيز. هلا سكشن بروبرتيز اللي هي بيعطيك المومنت اوف انيرشيا، بيعطيك ديفرنت بروبرتيز لهي السكشن. المجر ممكن يقيس بين زاويه وزاويه، ممكن بين نقطه ونقطه، ممكن يقيس بين بلين وبلين، ممكن يعطيك الفوليوم للبلين للكومبوننت، وهذا ضروري جدا بالنسبه له عشان نعرف قديش الماس برضه ضروريه. المومنت اوف انيرشيا سنترويد للفوليوم، فهي الاشياء احنا ممكن ناخذها من عن طريق المجر. anyway، فهاي الايفالويت والسكتش والفيتشر. غير هيك بدناش اياه، بس انه بدنا السوليد وركس اد اندز. فاحنا شو ممكن ناخذ الموشن، بدنا نعمل اد ان للموشن، ونعمل اد ان للسيميليشن ولا شيء. دبل كليك على كل وحده وبتعطيك اياهم. طيب احنا شفنا هلا السيميليشن، هاي السيميليشن اوكي، هاي عندي نيو. فالبار تاع السيميليشن او التول تاع السيميليشن حطيناه، بس عملنا دبل كليك. هلا ممكن احنا كمان برضو دبل كليك على الموشن اوكي، فراح يعطينا برضو التول بار الخاص في الموشن، وراح يضيف لنا اياها هون. شوف عندنا كمان، عندنا برضو فوتو فيو 3D لما نعمل ريندرينج، وفي عندنا كمان سيركت ورك بالنسبة لزملائنا اللي الكتريكال انجينيرز ممكن يستخدموه برضو، يعني ممكن نضيفه. بس الآن مش رح نضيف غير هاي الأشياء اللي هي سوليد وركس والسيميليشن والموشن، وبدنا كمان برضو بدنا كمان برضو التول بوكس. الآن نيجي عن البلينز ونشرح شوي عن البلينز. لا نشرح شوي عن البلينز، ضروري نعرفهم. هلا لما تكبس انت ليفت كليك بالنسبه للبلين راح يعطيك اربع خيارات هون. طبعا هاي الخيارات تختلف من فيرجن لفيرجن بالسوليد ووركس، بس اول خيار اللي هو كيف تبني سكتش على البلين، كيف ترسم سكتش على البلين. ثاني خيار كيف تظهر البلين. الان اذا بكبس هون كبسه برا بالبين هذا بالسبيس هاي بيختفي البلين، بس لما انا اعمل له اللي هي شو اللي كبسة العين، اجين انا عم بكبس ليفت كليك وبعدين ليفت كليك على شو، فبيظهر لي اياه. فلما اكبس هون بالسبيس هون راح الاقي الفرونت بلين موجود. برضو انا ممكن اظهر التوب بلين اوكي، وممكن اظهر الرايت بلين. فانا اظهرت الان 3 بلينز. زي ما انتم ملاحظين انا عندي 3 بلينز موجودات، ممكن تقاطعهم اللي هو بيعطيك الخط المتقطع.
فأنا ممكن أنشئ بين plane و plane خط، لأنه بيعطيني هذا construction line. ممكن أنشئ خط بين هون، من هاي، بين هذا البلين اللي front plane وبين top plane، وأنشئ هذا الخط الطويل الموجود. أوكي، وممكن أنشئ خط بين هذا البلين اللي هو right plane والtop، وأنشئ هذا الخط اللي شايفينه من هون لهون. Alright، ففي أشياء كثير ممكن أستخدمها من هون. أوكي، نيجي كمان برضو على شغلة ثانية. هلا بدي أخفيهم، بسيطة. يا بتروح من هون رايت كليك على هذا البلين، او بتروح من هون كليك على هذا البلين اللي هو العين هاي، الهايد وهايد وهايد. احنا ليش نعمل هايد وليش نعمل شول البلينز؟ بالنسبة للهايد والشول البلينز، انا في ممكن يصير عندي 20 بلين 30 بلين موجود عندي بالرسمة، فبالتالي مزعج اني اشوف 30 بلين. ممكن اخفيهن واظهر بس البلينز اللي انا بدي ارسم عليهم. فكويس كثير هاي الخاصيه انك تظهر البلين او تخفيه بناء على تعقيد الرسم الموجود عندنا. اوكي، في كمان شغله بالنسبه للزوم سيليكشن هنا. فالزوم سيليكشن اذا بتكبس عليه بيعمل لك زوم. نفرض انا بدي اخذ الماوس هذا وابعد كثير الماوس، اللي هي انا تحريك الماوس بس، اللي هي الويل تاع الماوس حركته للامام فبيعمل لي زوم اوت للرسمه، بتحركه للخلف بيعمل لك زوم اوت او زوم ان للرسمه. طيب هذا البلين اذا بنقبل كليك، بنعمل كليك ليفت كليك وبنختار الزوم سيليكشن، فبيظهر لي البلين بالطريقه هاي. مره ثانيه بدي اعمل انا زوم اوت كثير، بدي اعمل زوم اوت، كل ما في الامر بروح على البلين سوري وبعمل ايش؟ زوم ان للبلين او زوم سيليكشن. الان اخر واحدة، الاخر فيتشر اللي هي نورمال 2. هلا هذا البلين شايفينه انتم مرسوم بالاكس واي بلين، اكس واي اكسيس. اوكي، لما اعمل نورمال 2 معناته انا بدي اجي على زي اكسس واطلع عليه نورمال لهذا البلين، فبالتالي انا قاعد بطلع نورمال، شايفين الزي هون اختفى، فانا واقف على الزي وقاعد بطلع على الاكس واي، فهي معناها نورمال. كثير مهمه، كثير كثير مهمه هاي الخاصيه، خصوصا لما اجي انا ارسم سكتشات على صارت الكومبوننت فيها كثير فيتشرز رسمت فيها، وصار يعني شبه مستحيل اني اقدر اتخيل ب 3 دي ولا اي شيء. بعمل نورمال للبلين اللي بدي ارسم عليه وبيحول لي اياه نورمال، فبقدر ارسم اللي بدي اياه سواء دائره، مستطيل، خط، فبيحول لي نورمال وبيسهل علي عملية الرسم. الآن الأشياء اللي راح نبلش فيها 2D أشياء بسيطة سهلة، ما في داعي أرسم نورمال، ممكن أعمل 3D مباشرة لأني بعرف فيجواليزيشن. بالنسبة للفيجواليزيشن أو 3D موديلنج بيعتمد كثير على الخبرة تبعتك، المفروض أنك تكون أو تكوني كثير يعني تعملي على 3D موديلنج وتدربوا حالكم على 3D موديلنج بحيث انه تتخيل الجسم شو بده يصير. بمعنى اخر، وانت قاعد في بيتك طلع على اي جسم، طلع عليه من اي زاويه، انت تطلع عليه دائما في ايزومتريك، بس انه تخيل شو ممكن يكون البعد الثاني له. فكويس الواحد وهو قاعد يطور مهاراته بالنسبه للفيجواليزيشن ينقلها 2D، كيف ممكن يكون هذا شكل 2D، كيف ممكن يكون هذا شكل 3D. فانيوي، فهاي ال 3 فيتشرز او ال 4 فيتشرز اللي موجودات على اي بلين بهمني. طيب الان انا بدي انشئ بلين، بدي اروح على بدي اعمل 3D modeling. هذول 3D modeling انا كيف ممكن احركهم بالنسبه لل 3D بالنسبه للفيجواليزيشن؟ بسيطه، الويل تاع الماوس بدك تكبس عليه، لا تحركه لا يمين ولا شمال بس اكبس عليه. الآن تقدر تحرك إيش؟ 3D modeling. أوكي، بس اكبس على الويل تاع الماوس وبتصير ال space عندك 3D modeling. أوكي، الطريقة هاي. كيف بدي أبلش الرسم؟ أبلش من right plane ولا top plane ولا front plane ما بهم. أوكي، بلش من أي plane بدك إياه، بس المهم تكون consistent بعدين باختيارك لهذا plane.
طيب ال حكينا بالنسبة لحركات الماوس، عندي إذا بروح للأمام بعمل زوم أوت، برجع للخلف بعمل زوم إن. أوكي، بالنسبة للويل بعمل فورورد ويل بيعطيني زوم أوت، باكورد ويل بيعطيني زوم إن. إذا بتكبس على الويل نفسه وظلك كابس تقدر تحرك ال 3D modeling بالطريقة هاي، تعمل orbiting أو 3D rotation. أوكي، كيف تختار planes؟ أكثر من planes، front. أوكي، بتختار front plane بعدين control، تختار أي plane بدك إياه. وممكن من هذول two planes أعمل إيش؟ lines. تختار ال planes اللي بدك إياهم، تروح على feature وهنا reference، تعمل axes، فبيعمل لك ايش؟ بتعمل accept. الان انت عملت axis من ايش؟ من two planes، من الفرونت من الرايت. طيب بدي اعمل axis وبدي اسميه هاي هون، دبل كليك او كليك على الاسم نسميه front right axis. اوكي، لا بدي اعمل من right و top plane، هاي top كنترول على الرايت. اوكي، فهاي الاكسس راح يطلع منها بالطريقه هاي. بروح على الريفرنسز، الريفرنسز بتروح عليها من الفيتشر تاب. اوكي، اول ذا واي هون، كليك على المثلث تعمل اكسس، راح يرسم لك الاكسس بالطريقه هاي. وهاي اوكي، وهذا شو بدنا نسميه؟ اللي هو top مع الرايت، right top مع الرايت axis. اوكي، كمان بدي اعمل اللي هي top مع الفرونت، هذا بعدني ما عملتهوش. بعمل بكبس على top بعدين control بعدين بكبس مره ثانيه على الفرونت، بروح على الفيتشر، بروح على الريفرنسز، بختار الاكسيز وبعمل اوكي. alright، فهاي انا عندي 3 axes قدرت انشأهم، بس خليني اسميه هذا اللي هو front مع top، front مع top axes. اوكي تمام، فانا قدرت اني اعمل 3 axes، سهل جدا تعملهم. وهذول الاكسس بيكون هما construction و guidance، وبكون نفس الوقت هم ريفرنس إلك. اوكي، عن طريق الرسم. هل في داعي تعملهم؟ لا لا، ما في داعي، بس انا ورجيتكم كيف ممكن تعمل اكسس من بلينز او من تقاطع بلينز. الان بدي انا انشئ بلين جديد. اوكي، بدي اعمله بزاويه 45 درجه، فسهل، بختار اي بلين بدي اياه اللي هي فرونت، بدي اقول له اوكي بدي اعمل لي اياها 45 درجه. فالفرونت هاي فرونت بلين، بروح على بعمل كليك على الفرونت، على الفيتشر، على الريفرنسز، بعمل بلين. اوكي، يعني بمعنى اخر بعمل بلين من هذا البلين. الان ممكن ازيحه لليمين وشمال، هاي زحته انا على الشمال، ممكن اعمل فليب لليمين، فليب شمال، فليب يمين. اوكي، وممكن بديش انا ازاحة بس بدي اعمل روتيشن اله، فبعمل ايش؟ روتيشن. كم الزاوية بدي اياها اله؟ اللي هو مثلا بدي اختار مثلا 60. اوكي، وبدي اعمل بعرفش، شايفين الاصفر؟ الاصفر هاي اللي هو الان بحرك البلين بناء على الريفرنس الموجود، هاي الفرونت بلين. طيب الفرونت بلين عشان انا احركه او تشوف تحريكه بده شغلتين، بده انك تحرك البلين او تختار البلين، وعلى اي اكسس بدك تختاره. فانا اذا بختار الاكسس هاي، اوكي، بيظل يلف لي الفرونت بلين على هذا الاكسس. فاذا انا بختار مثلا
الزاوية، بغير الزاوية وبعمل فليب للزاوية. اوكي، اي البلين هذا بيكون all the way، هذا كله بلين. مثلا انا بدي اعمل انا 0 ديجري، هاي 0 ديجري. طيب بدي اكبر الديجريز، اعمل مثلا 60 درجة، هاي 60 درجة، بعمل فليب بالطريقة هاي. اوكي، فسهل انك تعمل بلين مانوفرينج، بس ضروري تختار البلين وبعدين تختار الايش الاكسيز اللي انت بدك تمشي عليها. اوكي، نختار ان احنا اخترنا هذا البلين وسميناه بلين 1. اوكي، هذا البلين 1 انا ممكن اتحكم فيه ولا شيء، بمسك النقاط الدوائر هاي وبعمل مانوفرنج لهم طريقه زي ما انتم شايفين. اوكي، فبس خلينا مره ثانيه نيجي نصغره لانه كبير هيك صار مش منطقي. وهاي كلمة اذا بكبس على حرف الاف بيعمل لي زوم اوت، او بروح على البلين هون وباخذ زوم اكستنت. الان اذا بكبس على البلين هون الفيتشرز تبعت البلين اللي هو زاويه 60 درجه ممكن اغيرها هاي الزاويه. اوكي، اغيرها ل 90 درجة. وبعد ما عم نغيرها 90 درجة مش راح تلاحظوا التغيير هون، بس راح نعمل له ريبيلد. اوكي، فهاي الكبسة للريبيلد او كنترول بي، هاي 90 درجة صاروا زي ايش؟ زي التوب. هاي التوب لين، فهو التوب الان they are collinear with each other. فالبلين هاي خليني بس اصغره كمان بلاش ياخذ مساحة. اوكي، صار كولينير مع التاب. خليني ارجع اغيرها ل 45 درجة. اوكي، واعمل ريبيلد، راح تشوفوا هذا البلين. اوكي، اللي هو من انشأناه من الفرونت مع الايش؟ مع الاف تي اكسس، مع هاي. طيب بدي اعدل على البلين هاي. اوكي، اديت فيتشر، كيف اعملها edit feature؟ مرة ثانية ارجع كليك على البلين بعدين تختار edit feature من هون. كله طبعا اغلب الكبسات اللي بكبسها على الماوس هي left click. في عندك مثلا تختار parallel. اوكي، ممكن تختار perpendicular على البلين، ممكن تختار coincident على البلين، ممكن تختار rotation، وممكن تختار distance. الان ال parallel ما بده second reference، عشان نعمل rotation بدنا ايش؟ two references، نختار البلين ونختار الاكسس، او نختار اي ثلاث نقاط ممكن تعمل بلين، نقطتين مع اكسس ممكن تعمل بلين. اوكي، فبلين مع اكسس ممكن يعمل بلين، فلك الخيار انك تعمل اللي بدك اياه. الان ليش ما بيرضاش بيعمل اكسس؟ لان اوريدي مختارين احنا السكند ريفرنس. اوكي، عشان هيك ما بيختار البارالل. لو احنا شطبنا هاي او نعمل بلين ثاني بالنسبه للفرونت بلين. اوكي، باجي بعمل بختار الفرونت بلين او بختار الرايت بلين سوري، بعدين بعمل فيتشرز، بروح على ريفرنسز بلين، وممكن الان هاي البلين جديد، هذا البلين الريفرنس بلين او الديتم بلين، وهذا الديتم الجديد او قديش بعيد عنه 110 متر او 110 ملم، فبنختار اوكي. فالان عملت انا سكند بلين، هذا البلين رقم واحد هاي سكند بلين. لاحظوا انه انا الان بين تقاطع بين البلين رقم واحد والبلين رقم اثنين اعطاني خط مقطع هاي، فانا ممكن اعمل منه كمان لاين، يعني ممكن استفيد منه، اللي هو مروع على سكتش اللي هي تقاطع الخطوط او تقاطع البلينز intersection curve. اللي بختار هاي البلين سوري مش من هون، بروح على الفيتشر بعمل اول اشي
بعمل decline features reference axis between this one and this plane بعمل اوكي. هاي صار عندي axis من ايش؟ من plane 1 و plane 2. طيب بدي انشئ كمان plane من هذا plane، بمعنى انا هذا plane بدي او plane رقم 2 بدي اعمله reference، فبكليك على البلين من هون او من هون، بتروح على الفيتشر تاعت الريفرنسنج وبتعمل ايش؟ بلين جديد. طيب بدك هذا ري اكيرنج بلين، بدي اياه يكون مثلا يمشي كل 50 ملم، هاي بكتب 50 وبكتب هون بدي تكرار اكثر من مره. اوكي وهاي بعمل alright بعمل اوكي، فصار عندي تكرار من هاي. فاذا كليك على هاي النقطة، فالان قديش البعيد عنه عن الديتم؟ طبعا بعطيك الدايمنشن عن الديتم او الريفرنس. فكان عندنا plane 2 هو الريفرنس، فالبلين رقم 6 بعيد عن البلين رقم 2 اللي هو عدد التكرارات اللي هي 50 50 50 50 اللي هو 200. اوكي ممكن انا اغير بالمية هاي، انتبهوا الان بدي اغير 100 اخليها 50 او اخليها 200، فبعمل ريبيلد. فال البلين نفسه انتقل، هاي بلين 2 3 وين 4؟ 4 صار مع 6. اوكي لانه بده يروح من 100، هاي 100 على بلين 2، وقديش كمان بده يروح؟ كمان بده يروح كمان 100، فعندك انت تقريبا 200 عن بلين 2، لانه دائما الريفرنس تبعنا بلين 2، فبده يطابق مباشره مع بلين رقم 6. اوكي طيب كيف اعدله مره ثانيه؟ ولا شيء، كليك على نفس ارجع مره ثانيه معكم اورجيك كيف نعمل تعديل له. خلص اوكي هنا هنا، فبروح على البلين رقم 4 وبعد له edit feature من هون edit feature، او انه ايش رقم 200 هون او 200 ملم بخليها 100 ملم، بعمل اوكي وبعمل rebuild. فهاي قدرنا ننشئ. طب انا بدي انشئ access between 5 و1 ولا اشي، كليك على 1 كليك على control واكبس رقم 5 او plane 5 واعمل ايش؟ axis accept yes accept، لان قدرت اعمل axis between رقم plane رقم plane 1 و plane 5. طيب بقدر اعمل من الفرونت كمان مع plane 5، كليك على front control كليك على 5 واعمل لي axis هون. اوكي طيب برضو كمان بقدر اعمل التوب مع 5، كليك على التوب كنترول كليك على 5 وهاي axes. اوبس مش انا مش ماسكهم، وبعدين بدي من هون اختار التوب اعمل اوكي. فقدرت ارسم ايش 3 axes على نفس البلين من تقاطع من البلينز ثانيات. فهاي ان النتشل الاشياء اللي ممكن احنا نرسمها من البلينز. طبعا as we go في عندنا more features اورجيكم اياها للبلينز، بس هاي الاشياء اللي احنا بدنا اياها لغايه الان من البلينز. ارجو ان تكون فكره البلينز واضحه، او اذا في عندكم اي اسئله اكيد اكتبوا لي بالكومنتس عندكم الاسئله هاي، وشكرا لكم.